لو انت مهتم بهرمون التستوستيرون او ايه اهميته في الجسم او ازاي تزوده عن طريق الاكل، يبقى الحلقه دي علشانك. اهلا بيكم في حلقه جديده مع كابتن اوركا، والنهارده معانا اول هرمون اساسي في بناء العضلات، ومفيش حد بينزل جيم الا ما اكيد سمع عنه، وهو هرمون التستوستيرون او التستوستيرون او هرمون الذكوره. بس قبل ما نتكلم عنه احب افكرك انت تدعم تعمل الحلقه لايك، لو مش مشترك في القناه تشترك الاول وتفعل زر الجرس عشان توصل بيت الحلقات. يلا بينا. هرمون التستوستيرون او هرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره، هو اسمه هرمون الذكورة بس موجود عند الولاد وعند البنات. بيعادل الهرمون ده هرمون تاني، هو هرمون الاستروجين او هرمون الانوثة. الاثنين بيبقوا موجودين عند الولاد وعند البنات، بس عند الولاد نسبة التستوستيرون بتبقى عالية جدا والاستروجين قليلة، والعكس عند البنات الاستروجين عالية والتستوستيرون قليلة. طب هرمون التستوستيرون دوت ايه المتحكم فيه؟ اللي بيتحكم في هرمون التستوستيرون الغدة النخامية، وهي اللي بتدي اشارات عصبية بانتاجها، وبتنتج عند الذكور في الخصيتين وعند الاناث في المبيض. يبقى انا عندي الهرمون ده بينتج عند الذكر والانثى بس بنسب، الولاد بيبقى اكتر وبينتج في الخصيتين، البنات بيبقى قليل وبينتج في المبيض. طب اهمية الهرمون ده ايه؟ ليه اهميات كتير، بس احنا هنبتدي نتكلم الاهميات اللي بتخش لينا احنا في مجالنا، وهي الرياضه والعضلات. اول حاجه بيساعد في نمو وحجم العضلات. تاني حاجه بيقلل الهدم اللي موجود في العضلات، يعني انا لو بتمرن كل ما يكون عندي التستوستيرون عالي بيبتدي يقلل نسبه الهدم اللي بتحصل في العضلات من المجهود ومن التمرين. تالت حاجه بيزود نسبه امتصاص الجسم للبروتين، يعني انت كل ما يكون عندك الهرمون دوت عالي في جسمي كل ما يبتدي يمتص البروتين اللي انا بدخله الجسم بنسبه اعلى. رابع حاجة بيخش في بناء وتكوين العظام. خامس حاجة بيحسن من أداء القلب. سادس حاجة بيساعد على حرق الدهون. طب بعد ما قلنا المميزات دي، فيه طبعا مميزات تانية كتير والحيوانات المنوية وحاجات تانية كتير، بس احنا بنتكلم على العضلات وعلى الجيم. بعد ما قلنا الست نقط دول وقلنا أهميته ايه، طب ازاي ازود نسبة انتاج هرمون التستوستيرون في جسمي طبيعيا مش عن طريق الاسترويد او الهرمونات، انا ازاي اكل ويزيد معايا الهرمون ده، او اعمل ايه عشان ازود الهرمون دوت من غير ما اخد حاجة خارجية. اول نقطة عندي وهي انقاص الوزن وخاصة دهون الملاصقة للخصر، يعني كل ما اخسر في وزني وخاصة الدهون اللي هي حوالين وسطي، هي دي من اكتر الحاجات اللي بتساعد في انتاج هرمون التستوستيرون طبيعي. تاني حاجة استخدام التمارين المكثفة والعنيفة لمدة قصيرة زي تمارين التباتا أو تمارين الهيت للأوزان المتوسطة. تالت حاجة تقليل السكريات، لأن زيادة السكريات بتساعد على زيادة إنتاج الأنسولين، والأنسولين هرمون أعفى من هرمون التستوستيرون فبيبتدي يكسر التستوستيرون اللي موجود في الدم. رابع حاجة زيادة المأكولات التي تحتوي على فيتامين د زي الكبدة، السمك، اللبن. خامس حاجة زيادة المأكولات ذات دهون صحية زي السمك والجمبري والبيض واللوز والمكسرات، الدهون الصحية من الحالات اللي بتساعد على زيادة هرمون التستوستيرون. سادس حاجة الزنك من الحالات برضو اللي بتساعد على زيادة انتاج هرمون التستوستيرون طبيعيا. كده يبقى خلصنا حلقة النهاردة، وحلقة النهاردة كانت سهلة وبسيطة، بنتكلم على التستوستيرون بطريقة عامة، أنا ما اتكلمتش عليها ليها بأهميات كتير والحيوانات المنوية والشعر والعظم والعضلات، أنا اتكلمت نبذة عامة على هرمون التستوستيرون وأهميته ليا وللعضلات. لو عجبتك حلقة النهاردة أكيد مش هتخسر فيها إن أنت تعمل حلقة لايك، لو مش مشترك في القناة تشترك الأول وتفعل زر الجرس عشان توصل بقية الحلقات، وأكيد مش هتخسر أصحابك إن أنت تعمل لهم شير. لو عندك أي استفسار أو سؤال سيبولي في الكومنتات أرد عليه على قد ما أقدر. كان معكم كابتن أوركا.